يرفض الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى بلادهم بسبب التصعيد العسكري الحاصل هناك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، والذي أدى لمقتل العشرات منهم حتى الآن. لنشاهد. عائلات لبنانية تتزاحم على الحدود مع سوريا بقصد الدخول إلى الأراضي السورية فرارا من بلادهم التي ترزح تحت نار الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لكن المفارقة هنا أن عائلات سورية تفضل الموت في لبنان على العودة لمناطق سيطرة الحكومة السورية. أمران أحلاهما مر، إما البقاء تحت نيران القصف في لبنان أو العودة إلى سوريا وبالتالي مواجهة الاعتقال على يد أجهزة الأمن. هكذا وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضاع الكثير من الشبان والعائلات السورية في لبنان. المرصد السوري طالب الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتأمين ملاذ آمن للاجئين السوريين الذين وقعوا بين فكي الكماشة. ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن السوريين في لبنان يعيشون أوضاعا مأساوية تزيد عما كانوا يعيشونه في بلدهم يوما ما، والذي كان ملاذهم الآمن قبل أن يفروا بسبب الحرب والأوضاع الأمنية والاقتصادية والملاحقات السياسية من قبل المخابرات. ومع استمرار القصف الإسرائيلي وتزايد النزوح من عدة مناطق في لبنان، يؤكد المرصد السوري أن مراكز الإيواء التي حددتها الحكومة اللبنانية ترفض استقبال السوريين باعتبار أن الأولوية هي للبنانيين الهاربين، لتضطر عائلات السوريين إلى المبيت في الشوارع وتحت الجسور والأشجار، في حين أن قرار العودة لسوريا لم يدخل في حساباتهم، وسط تقارير تتحدث عن مقتل العشرات منهم جراء الغارات الإسرائيلية. وحول هذا الموضوع سينضم إلينا بعد قليل من باريس مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي. إذا تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام كما جاء في التقرير، هناك أعداد كبيرة من السوريين المقيمين في لبنان كلاجئين يرفضون العودة إلى بلدهم أو العودة إلى بلدهم الأم، ممن ينحدرون من مناطق سيطرة الحكومة لأسباب عديدة. هذا ما سنطرحه للنقاش مع الأستاذ مجيد بودن الذي يبدو بأنه بات جاهزا معنا الآن. أستاذ مجيد مساء الخير. أهلا مساء الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. نتساءل، يعني هناك قسم لا يستهان به من السوريين في لبنان يرفضون العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، الأسباب واضحة برأيك؟ هي خوف من الاعتقال، انتقام، نقص الخدمات الأساسية مثل أو الفقر، ما الأسباب برأيك؟ تفضل. يعني السبب الأساسي لكل مواطن يترك بلده يعني عنوة بدون اختيار شخصي، أن الأسباب التي جعلته يترك بلده هي الأسباب التي يجب إزالتها لرجوعه، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يضمن سلامة اللاجئين السوريين لكي يتمكنوا من الرجوع إلى بلدهم الأصل، وهذه مسؤولية للمجتمع الدولي، يجب تركها على الأمم المتحدة، يجب تركها على كل المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكل الدول التي لها مصلحة في استقرار المنطقة، وهي دول كثيرة وكبيرة، وبالتالي هذا حق للاجئين السوريين الذين التجأوا إلى مناطق أخرى، وهذا يسير كذلك نراه كذلك في إفريقيا، في آسيا، في عدة بلدان أخرى. الذي يترك بلده لأسباب خوف من أن يتعرض لملاحقات غير مشروعة، أو يتعرض إلى تضييقات أو إلى عدم احترام حقوقه الأساسية، يجب على أولاً الدولة السورية أن تضمن ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يتأكد من ضمان ذلك. طيب أستاذ، منذ بدأ التصعيد الإسرائيلي في لبنان وحتى اللحظة، إحصائيات تعود لإعلاميين تتحدث عن 123 ضحية سورية حتى اللحظة،
ورغم ذلك هناك من يرفض، يقول الموت ولا العودة لمناطق سيطرة الحكومة. كونك أتيت على ذكر المجتمع الدولي الأمم المتحدة، هذا يدفعني لسؤالك، ماذا تقول الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية مع قضية لاجئ يرفض العودة إلى بلاده وهو لكن قد يرغم على ذلك؟ لا يمكن إرغام أي شخص على الذهاب إلى منطقة لا يمكن أن يكون الأمن أمنه مضمون مكفول، وبالتالي الذين خرجوا من سوريا لأسباب سياسية أو لأسباب ملاحقة ولم يقوموا بأي عمل مخالف للقانون لسبب أساسي أنهم يختلفون في الرأي أو يختلفون في المواقف، لا يمكن إجبارهم على الرجوع إلى تلك الأراضي وتحت سيطرة الذي يتربص بهم ولا يضمن حقوقهم. وبالتالي هذه المسألة يجب هي جزء من حل الأزمة السورية. الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة. هناك ملايين من السوريين خرجوا من سوريا. سوريا هي أرض للجميع، يجب أن يقع حل الأزمة السورية بشكل كامل وثابت ومستدام، وذلك بضمان حقوق الناس طيب كلها. يبدو بأن الوضع السوريين مغاير عن كل العالم، هناك قاعدة حقوقية تعرفها تقول لكل قاعدة استثناء والاستثناء لا يقاس عليه، لربما أو قد فعلت في الحقيقة هذه القاعدة على سبيل المثال مع اللاجئين السوريين في تركيا عندما يتم ترحيلهم بالعشرات وبشكل قسري، الأمر قد يكون سيان بالنسبة للبنان، أليس كذلك؟ لا عفوا، القاعدة القانونية المبدأ القانوني ليس فيه استثناء. ولكن هذه القاعدة فعلت في الحالة التركية على سبيل المثال، لم تفقد في حالة تركيا. تركيا حرقت القانون الدولي لما لم تحمي المواطنين السوريين. هذا التجاوز، هذا خرق القانون الدولي، خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي يجب مطالبة الحكومة التركية بتطبيق القانون الدولي، ولا يمكن أن يكون هناك اعتراف بأن هناك قاعدة أخرى أو مبدأ آخر يطبق على السوريين فقط. السوريين هم بشر مثل بقية العالم، وبالتالي يجب تطبيق القانون الدولي على الكل بما فيه السوريين، وليسوا استثناء، هم جزء من المجتمع الدولي، يجب تطبيق القانون الدولي على ذلك. وتركيا لا يمكن أن تستثنيهم، ويجب أن يقع السعي لكي تطبق تركيا القانون الدولي. طيب بالنسبة للسوريين، هناك نقطة مهمة. السوريون هم لما يكونوا على الأراضي التركية يطبق عليهم القانون التركي، ويطبق عليهم بكل عدل وبكل شفافية. إن وقع ترحيل الأتراك إذا رحلوا السوريين بشكل غير نظامي، وهذا موجود في عديد من المسائل، فيمكن للسوريين أن يذهبوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نعم. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعامل الذين يتواجدون على الأراضي التركية كأنهم أتراك أو كأنهم أوروبيين. طيب. وبالتالي يمكن لمحكمة حقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تقول القانون فيما يخص تعامل تركيا مع السوريين. هذا لم يقع التماسه إلى حد الآن، يجب سد هذه الثغرة والذهاب إلى هذه المحكمة ومحاكم أخرى. طيب بالنسبة عشان ما نخرج عن موضوعنا، بالنسبة للسوري اللي بتركيا بعد ما يتم ترحيله إلى الأراضي السورية ما قد يستفيد من هذا الأمر، ولكنها معلومة مهمة جدا يستفيد منها السوري في تركيا. بالنسبة للسوري اليوم بلبنان، هل هناك حلول تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة لمن قد يجبر على الترحيل أو يرحل؟ لا يمكن إجبار أي شخص على الترحيل، يمكن أن يكون هناك ترحيل قسري. يجب التماس هذا الموضوع أمام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الموجود بجنيف، وبالتالي لا يمكن ذلك، ويمكن لا يمكن جبر أي شخص أن يذهب إلى منطقة
وحمايته الجسدية غير مضمونة وحماية حريته غير مضمونة. بالتالي هذا هو المبدأ القانوني الذي يطبق في لبنان، في تركيا، في أي مجال. وبالتالي يجب العمل على الذهاب، الحل الوحيد هو الذهاب إلى المحاكم. طيب، هناك اليوم قسم كبير من السوريين موجودين بما يعرف بمراكز إيواء في داخل الأراضي اللبنانية، هم لاجئين سوريين. اليوم يتم إرغام بعض من هؤلاء على الخروج ليضعوا مكانهم لبنانيين ينزحون من جنوب لبنان. بالتالي أضحى الواقع قاسي جدا أمام السوري بلبنان. ورغم ذلك هناك حالات ضحايا بين السوريين جراء القصف، رغم كل ذلك يرفض العودة إلى الأراضي السورية. هل وطبعا لبنان تعرف جغرافيا وضعه لا يحتمل، قد نتوقع حلول على سبيل المثال توطين بدولة ثالثة من قبل الأمم المتحدة؟ هذا الموضوع هو موضوع جيوستراتيجي مهم وموضوع حقوقي. من ناحية الحقوق لا يمكن ترحيل أي شخص مرة أخرى ضد إرادته ولو لبلده الأصل، لأن الشرط هو ليس مسألة البلد الأصل، هي مسألة ضمان السلامة. ومن هنا الأمم المتحدة هي الجهة الكفيلة لوجود هذه الحلول، منها وجود بلد آخر يستضيفهم ولو مؤقتا، وبالتالي يجب السعي بشكل جماعي في هذا الاتجاه. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مناطق شمال وشرق سوريا خرجت ببيان تدعو فيه كل السوريين بغض النظر عن منطقته، من يود القدوم من لبنان إلى مناطقها هي على أهبة الاستعداد لاستقبالهم. ولكن كما تعلم هؤلاء إذا مثلا من منطقة الشام لاجئ في لبنان يريد القدوم إلى مناطق الإدارة ولا يريد العودة إلى مناطق الحكومة. هذا الأمر يحتاج تنسيق من قبل السلطات في دمشق. هل ممكن من الأمم المتحدة أو واجبها الضغط على مؤسسات دمشق للتعاون في هذا الخصوص وإيصال من يود من اللاجئين السوريين إلى مناطق الإدارة؟ بطبيعة الحال هذا ممكن، لأن هناك مبدأ أن الشخص هو الذي يقرر مصيره وكيف يذهب وإلى أين يذهب، وحرية التنقل هي حرية مكفولة دولية. وكذلك الأمم المتحدة يمكن إما أن تطلب من السلطات السورية في دمشق بأن تتقدم بضمانات تحت كفالة الأمم المتحدة لأن تضمن للسوريين العائدين ظروف أمن واضحة بدون المساس بحياتهم وبحرياتهم وبحقوقهم وبممتلكاتهم. طيب سؤال وإما أخير، أن يفتح معبر للذهاب إلى تلك المناطق إلى حد الحل المشكلة من كل الجهات، لأن كذلك سوريا تريد أن يكون لها وحدة ترابية، وهذا شيء طبيعي للسوريين بأكملهم. نعم، سؤال أخير أستاذي الكريم، إذا قسم كبير من السوريين في لبنان يفضل الموت على العودة لمناطق سيطرة الحكومة، أبرز الخيارات المتاحة أمام هؤلاء في ظل التضييق عليهم أيضا من قبل بعض السلطات المدنية في الداخل اللبناني أو حتى العسكرية؟ هذا الوضع هو شيء مؤسف ووضع يعني ستكون هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، لأن الشعب السوري يعامل بشكل غير طبيعي ولا يطبق عليه القانون الدولي، وهذا خرق بذاته للقانون الدولي وبالتالي وقانون اللجوء. وإذا وصل الإنسان بأن يخير أمام الموت من الذهاب إلى منطقة يمكن أن يموت فيها بشكل مختلف، يعني أن الخيار ليس موجود. ومن هنا يجب الذهاب الآن أمام هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وأساس الأمم المتحدة لكي يحل مشكل اللاجئين السوريين بشكل نهائي وبشكل يضمن حقوق كل الأطراف وتحل الأزمة السورية من كل جوانبها. وآن الوقت بأن يوضع هذا الملف على الطاولة لكي تتضافر الجهود لحله بشكل سلمي وفيه ضمان لكل الأطراف. ضيف كريم من باريس مجيد بودن، شكرا جزيلا لك، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، شكرا لك.